السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. الأخبار النهاردة هي حافلة زي كل يوم، لأن الحرب دي يا جماعة من الواضح جدا إن احنا هنطول فيها شويتين ثلاثة، ولكن ده ما يمنعش برضو إنها هتطول، يعني نقعد لسنين. ولكن المؤكد إن عام 2023 هتكون أكثر ضراوة وشراسة أكتر من عام 2022. طيب هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل روسيا استعدت إلى مواجهة دول الناتو وهناك حرب شاملة هتحصل بالشكل ده للمواجهة؟ قبل ما نرد على السؤال ده خليني كده أقول لحضراتكم بعض التطورات اللي حصلت المهمة جدا، مش أي حاجة كده وخلاص، يعني علشان برضو وقت حضراتكم. أول حاجة، رئيس بيلاروسيا بيتوجه يوم الثلاثاء الجاي إلى الصين، دولة الصين، جمهورية الصين الشعبية، ودي بناء على دعوة من الصين نفسها. خدوا بالكم بقى، لما نقول ان رئيس بيلاروسيا بيتوجه الى الصين، فانت تعرف كده ان هي ايضا روسيا بتتوجه الى الصين. يعني دايما يا جماعة رئيس بيلاروسيا في تحالف غير عادي مع روسيا. اللي انا عايز اوصله لك ان بيلاروسيا هي تعتبر جزء من روسيا، يعني هي بيلاروسيا دولة مستقلة وكل حاجة طبعا على عيني وعلى راسي، ولكن مدى التحالف اللي ما بين بيلاروسيا وروسيا كبير جدا. احنا مش هننسى يا جماعة لما حصلت بعض المظاهرات وفي الشارع البيلاروسي وكانوا عاوزين يعزلوا رئيس بيلاروسيا، ولولا تدخل روسيا في دعمه. ومش هننسى برضو عشان نبقى برضو الموضوع يبقى واضح وحيادي، لما نقول ان حصل كده في الشارع ده نتيجة ايه؟ نتيجة برضو ان المخابرات الامريكية ومخابرات دول الناتو مش قاعدة ساكتة. ما هم برضو زي ما هم عملوا في زيليانسكي وعملوا الثورة البرتقالية في عام 2014 في اوكرانيا، كانوا عايزين يعملوا نفس الشيء في بيلاروسيا. ما هو ده اللي حصل بعد الثورة البرتقالية بشوية، نجيب بعد كده عندنا ايجنت اسمه زيليانسكي، فده اللي حصل برضو في بيلاروسيا، ان هم في بيلاروسيا كانوا عاوزين يشيلوه ويعملوا ثورة وهكذا ومعرفش ايه، ونجيب واحد مش مشكلة يبقى اخو بقى زيليانسكي، ابن عمه زيليانسكي، يقول ده ماي كازن وده معرفش ايه. هي كانت كده عشان يبقى روسيا متحوطة من كله، من بيلاروسيا، لاتفيا، استونيا، اوكرانيا، وبعد كده يقولك من ناحية رومانيا ويدخلوا مولدوفيا، وتبقى روسيا معمولة في كماشة. هو ده الموضوع ببساطة. فاحنا النهاردة لما بكلمك الكلام ده كله ليه؟ علشان احكي لحضرتك مدى العلاقة الوثيقة اللي ما بين بيلاروسيا وروسيا. طب ايه بقى الداعي ان بيلاروسيا تروح الى روسيا؟ حشود اوكرانيا تهدد بفتح جبهة جديدة للحرب، وبيلاروسيا تتوعد. أعلنت مينسك أنها رصدت تعزيزات كبيرة للجيش الأوكراني قرب الحدود البيلاروسية، وأكدت استعدادها للرد بإجراءات مناسبة على أي استفزازات بأقصى سرعة. من المحتمل جدا ان يكون الرئيس البيلاروسي شايل مجموعة اتفاقات لروسيا، من المحتمل جدا جدا، خاصة ان بعض الاستخبارات، نقلا عن بعض الاخبار اللي بتقول ان الاستخبارات الغربية بترصد ان الصين بتعتزم على انها تدي روسيا مجموعة من الطائرات المسيرة اللي بتشيل اسلحة وبتشيل صواريخ او بتشيل قنابل. ده بالاضافة ان الصين هتنقل التكنولوجي بتاع تصنيع الطائرات المسيرة إلى روسيا. الرئيس الأمريكي بايدن طلع تصريح وقال والله احنا لحد دلوقتي مفيش عندنا دليل بيقول كده، ولكن لو اتأكدنا ان الصين بتدعم روسيا هنعمل عليها عقوبات كبيرة جدا جدا. فهل ده هيحصل؟ هل فعلا الصين هتعمل كده؟ خدوا بالكم يا جماعة، نقدر نقول 50% 50% ان تحصل مواجهة مباشرة ما بين روسيا وما بين دول الناتو، و 50% ايضا ان ما تحصلش المواجهة. ولكن برضو احتمال يحصل صراع في الشرق الاوسط، في احتمال بشكل كبير مواجهة عسكرية ما بين ايران وما بين الكيان الصهيوني، وعلى النحو التاني ايضا من احتمال كبير جدا في تدريبات للجيش الصيني كبيرة قوي، احتمال تحصل مناوشات ما بين الصين شغالة على طول ما بين الصين وما بين الطيران الامريكي. ده بالاضافة ان امريكا عايزة تنقل عناصر من القوات بتاعتها في تايوان، يعني علشان بقى ايه اللي هو الصين لو هجمت تايوان يبقى هنا الصين قتلت الضباط والجنود بتوعنا اللي موجودين في تايوان، وهنا امريكا تعلن حرب. طب هل امريكا عندها القدرة انها تحارب الصين وروسيا في نفس الوقت بشكل مباشر وبشكل مواجهة؟
ما اعتقدش. U.S. officials are closely watching the Chinese military's meteoric growth. It's happening on multiple fronts and fast. The U.S. and China, two superpowers on a collision course over the future of Taiwan. خاصة يا جماعة ان انا سبق قبل كده واتكلمت مع حضراتكم وقلت لكم ان المواجهة ما بين الصين وامريكا تختلف عن المواجهة ما بين روسيا وامريكا، وان الحرب ما بين الصين وامريكا غير روسيا وامريكا. روسيا وامريكا لحد دلوقتي المعركة بقالها سنة بالضبط وهي حرب بالوكالة، ولكن ما بين الصين وما بين الامريكان ما اعتقدش ان الحرب هتبقى بالوكالة، لان تايوان ما عندهاش المؤهلات الجغرافية ولا العسكرية ولا الاقتصادية ولا المؤهلات اللي زي أوكرانيا اللي تجعل تايوان إنها تحارب بالوكالة. فبالتالي الحرب ما بين الصين وما بين تايوان هتبقى حرب فعلية ما بين الصين وما بين أمريكا. فالموضوع عمال بيزداد تعقيد أكتر وأكتر. أما بالنسبة عندنا في البحر الأسود، البحر الأسود عندنا بتحصل في تضاعف لعدد السفن العسكرية الروسية في البحر الأسود، زاد بشكل كبير جدا في خلال الأيام البسيطة دي. وخدوا بالكم اللي بيحصل دلوقتي ما بين روسيا وأوكرانيا عامل حالة قلق. ليه؟ الضرب اللي بيحصل من روسيا مش هو المعتاد، في ضربات بتحصل ولكن خفيفة، في صراع حرب شوارع متركز في بخمت، احنا بندي الضربات على القد، وده بيعتبر الهدوء ما قبل العاصفة. كل العالم كان متوقع ان يوم 24 من فبراير روسيا هتعمل هجوم شامل على أوكرانيا، هتدخلوا كده من ناحية بيلاروسيا، من ناحية كييف، ومن ناحية الجنوب من عند زاباروجيا، من عند خاركييف هيحصل هجوم. ما حصلش الكلام ده كله. نعم في ضربات، ولكن الضرب كله متركز فين؟ عند بخموت، مدن اللي حوالين بخموت، وده عامل حالة قلق كبيرة. طيب السفن بقى اللي موجودة في البحر الأسود ليه؟ علشان كلمة السر اليومين دي، وهي ترانزينستيريا. ترانزينستيريا اللي أنا قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات، اللي هو الإقليم اللي مستقل من مولدوفا ويتبع روسيا. إيش معنى ترانزينستيريا؟ ترانزينستيريا فيها أكبر مستودعات للأسلحة من أيام الاتحاد السوفيتي موجودة في ترانزينستيريا. مستودعات أسلحة كبيرة على فكرة موجودة في ترانزينستيريا، غير ان في 1500 جندي وضابط روسي موجودة في ترانزينستيريا، في مستودعات أسلحة كبيرة. فمن الواضح ان أوكرانيا عمالة بتحشد دلوقتي، أوكرانيا دلوقتي تعتبر مفضية أسلحة وزخيرة، عمالة بس بتستقبل أسلحة وزخيرة من الدول الغربية، ولكن هي دلوقتي النهاردة أوكرانيا ما عندهاش نفس الأسلحة والزخيرة اللي كانت موجودة الأول. فنعمل ايه يا اولاد؟ ناخد اللي موجودين في ترانزينستيريا. فبالتالي تقدر السفن الحربية دي انها توجه ضربات على مخزن الأسلحة والذخيرة اللي موجودة في ترانزينستيريا. ايوه بالظبط، القوات الروسية لغمت كل مخزن الأسلحة اللي موجودة هناك في ترانزينستيريا. فبالتالي لو أوكرانيا اتمكنت من انها تدخل هناك، السفن الروسية هتوجه ضربات قريبة جدا من أوديسا يا جماعة، يعني احتمال الضرب ده كمان يطول أوديسا. فبالتالي كل مخزن الأسلحة والذخيرة دي روسيا اللي هتدمرها بنفسها، مش هتسمح للجنود الأوكران ان هم يستغلوها. ده احتمال. والاحتمال التاني ايه؟ ان روسيا متوقع ان يحصل مواجهة كبيرة ما بين دول النيتو وما بين روسيا وقت قريب. طب هل هنا بقى العنوان الرئيسي، وهو هل استعدت فعلا روسيا للمواجهة دي؟ خليني أقول لحضرتك، لما نبص كده الأول على العقوبات الاقتصادية اللي عملتها دول النيتو وأمريكا على روسيا لحد دلوقتي، عملت مجموعة كبيرة من العقوبات. أمام حضراتكم هنا الإحصاءات وهي كالآتي: عدد العقوبات اللي فرضت على روسيا 11400 عقوبة، عدد المواطنين الخاضعين للعقوبات 8900، عدد الشركات اللي تعرضت للعقوبات الروسية 2400، عدد الدول اللي فرضت العقوبات على روسيا 60 دولة. ورغم كده الاقتصاد الروسي رغم ان هو اتأثر ولكن ما انهارش. فإذن واضح جدا ان روسيا مستعدية كبيرة جدا للمعركة دي، وكانت بتعدلها من فترة طويلة، سواء من المخزون الذهب، سواء من وجود
رأس مال واحتياطي نقدي موجود، سواء من حاجات كتيرة اقتصادية وعسكرية. هنا السؤال، هل فعلا روسيا هتدخل في مواجهة؟ اسمح لي اقول لحضرتك ان من الواضح جدا ان مفيش اي بادرة سلام نهائي في الحرب ديت. ليه؟ روسيا عندها هدف ومش هتتخلى عنه. روسيا عايزة اوكرانيا في النيتو؟ لا، مفيش حاجة اسمها اوكرانيا في النيتو ابدا. وبالتالي أوكرانيا زيلينسكي بيسمع إلى أمريكا، وأمريكا عندها الهدف الأساسي وهو إيه؟ إن هم يدمروا روسيا. طب الكلام ده تخيلات. خليني أوري لحضرتك كده فيديو لوزير الدفاع الأوكراني. مش بكلمك مثلا، مع احترامي، مش بكلمك عن ضابط ولا بكلمك عن جندي، وزير الدفاع الأوكراني كان بيتفقد دبابة ليوبارد جاية من ألمانيا. تخيلوا طلع من الدبابة بيقول إيه؟ هو فين الطريق إلى موسكو؟ فين الطريق الى موسكو؟ ده معناها ايه؟ ان اوكرانيا كل شويه لما بتقول احنا هدفنا بس ان احنا ندافع عن نفسنا، ده كلام في شنك، الكلام ده مش صحيح. لما وزير الدفاع الاوكراني يطلع يقول هو فين الطريق الى موسكو، يعني معناها ان اوكرانيا لو تملكت السلاح انها تدخل وتهاجم موسكو هتضرب موسكو. فلما وزير الدفاع الاوكراني يقول هو فين الطريق الى موسكو، يعني احنا عايزين ندمر موسكو. Перші враження. Припрашуємо, де є дорога на Москву? Припрашуємо, де є дорога на Москву? من الواضح جدا يا جماعة احنا عندنا دلوقتي روسيا والصين وامريكا ثلاث اقطاب. روسيا والصين متمسكين ان العالم يبقى ثلاثي الاقطاب، امريكا متمسكة ان العالم يبقى احادي الاقطاب، والموضوع ده لا يمكن هيتحل غير بحرب بمواجهة كبيرة جدا، وروسيا مستعدية كويس جدا. روسيا النهاردة بتحارب بالاسلحة التقليدية، وروسيا هتفضل تحارب بالاسلحة التقليدية. ولكن الرئيس الروسي لما بوتين لما انسحب خلاص من معاهدة ستارت عن الأسلحة النووية، دي أول بادرة لإعلان الحرب النووية، ولكنها ما أعلنتش رسميا طبعا، ولكن هي تمهيد، لأن روسيا ما عندهاش استعداد أنها تخسر. وميدفيديف اتكلم وقال إن إحنا بأي ثمن عمرنا ما هننهزم أبدا. واضح جدا إن روسيا مستعدية، روسيا ممكن إنها في أي وقت وفي أي لحظة تنشر الصواريخ النووية ويحصل الضرب، وللأسف هيفضل العند هو سيد الموقف. أتمنى المعلومات تكون نالت إعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا جدا على المشاهدة. ما ننساش الدعم باللايك، ولو أول مرة تشوفني تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. سلام عليكم.